ماشي ما يهبطش حتى شي واحد من لهي لا هبط شي واحد قال لي شي واحد إذن مشاهدينا الكرام أهلا وسهلا مرحبا بكم في هذا البث المباشر والعاجل بالضبط من مدينة سطاش. كيف ما طلعتم على مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات يعني في هذا المكان هذا الصهريج اللي شربوا منه واحد الخيول خيل هنا في المكان مشاهدينا الكرام اللي ماتوا كما تلاحظوا على تقريبا 5 ديال الخيل اللي ماتوا مشاهدينا الكرام بسبب هذا الماء اللي شربوا منه وايضا يعني جوج اشخاص مشاو في حاله حرجه يعني مشاو في حاله حرجه نورش مشاهدينا الكرام بسبب انهم شربوا من هذا الماء هنا. في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام حضور الشرطه التقنيه والعينيه العين المكان وايضا السلطه المحليه كما تلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام اجل اخذ عينات من هذا الماء كما تلاحظوا معنا يعني من اخذ عينات مشاهدينا الكرام من هذا الماء اجل اخذ عينات من هذا الماء كما تلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام يعني ربما واش هذا الماء يعني فيه شيء تسمم كما تلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام فحضور في اللحظات الشرطه العلميه والتقنيه والعلميه لعين المكان وايضا رجال السلطه المحليه مشكورين على المجهود اللي كيقوموا به مشاهدينا الكرام. في هذه اللحظات غيتم اخذ عينات من هذا الماء يعني باش يشوفوا شنو السبب ديال هذا الشيء يعني هذا هو المكان اللي شربوا منه يعني هاد الخيل 5 ديال الخيل تقريبا مشاهدينا الكرام وايضا جوج يعني اشخاص اللي مشاو في حاله حرجه لمستشفى نور رشد كما تلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام. الله يدير الشوي ديال الخير شي كنتمناو كما تلاحظوا معنا هذا هو الصهريج اللي يعني شربوا منه هاد الخيل. في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام كيتم اخذ عينات من هاد الماء هذا يعني باش يعرفوا شنو السبب ديال اللي توفوا في هاد الخيل هذا. لا حول ولا قوة الا بالله. يعني مشاهدينا الكرام كما تلاحظوا معنا انا والتذكير باسم الناس اللي التحقوا منهم خلال هذا البث المباشر والعاجل بالضبط من مدينة سطاش. في هذه اللحظات يعني كما تلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام يعني جوج ديال الاشخاص اللي مشاو في حالة حرجة المستشفى مشاهدينا الكرام بسبب انهم شربوا من هذا الماء هذا وايضا 5 ديال الخيل اللي حتى هما توفوا مشاهدينا الكرام اللي ماتوا بسبب هذا الشرب شربوا من هذا الماء هذا في هذا الصهريج. في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام يعني كيتم اخذ عينات من هذا الماء هذا اللي شربوا منه بحضور رجال السلطه المحليه وايضا رجال الشرطه. يعني كما تلاحظوا معنا كيتم اخذ عينات من هذا الماء مزيان زيد 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 مشاهدينا الكرام كما كتلاحظوا معنا كيتم اخذ عينات من هذا الماء اللي شربوا منه هاد الاشخاص وايضا الخيل اللي كانوا تاهما شربوا على هذا المكان. من خلال هذا البث المباشر والعاجل بالضبط من مدينة سطاش. في هذه اللحظات يعني هذا الصهريج اللي كتلاحظوا امامكم مشاهدينا الكرام اللي شربوا منه جوج ديال الاشخاص وايضا يعني 5 ديال الخيل اللي ماتوا مشاهدينا الكرام كما تلاحظوا معنا. في هذه اللحظات كيتم اخذ عينات من هذا الماء اللي شربوا منه هاد الناس كما تلاحظوا معنا بحضور رجال الشرطه التقنيه والعلميه العين المكان وايضا رجال السلطه المحليه كما تلاحظوا معنا كيتم اخذ عينات في هذه اللحظات من هذا الماء اللي شربوا منه. Thank you.
صافي 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 شريف 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 صافي صافي شريف صافي موقع والو شي موقع والو موقع والو موقع والو ديال المشاهدين الكرام في هذه اللحظات كيتم اخذ عينات من هذا الماء كما تلاحظوا معنا شوفوا يعني واش هذا الماء فيه المشكل كما كتشوفوا معنا مشاهدين الكرام مشاهدي قناه شوف تي هذا هو الماء مشاهدينا الكرام في اللحظات اللي خدوا من هذا السهريج من اجل يعني يشوفوا عينات مجموعه كما تلاحظوا معنا واش هو فيه شي سم او شي حاجه يعني حتى الان مشاهدينا الكرام كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام رجال الشرطه التقنيه والعلميه ورجال الصحه بالنسبه للناس اللي تحقوا بنا من خلال هذا البث المباشر المشاهدين الكرام مشاهدي ميديا لايف في هذه اللحظات يعني كما تلاحظوا معنا يعني جوج اشخاص اللي مشاو في حاله خطيره المستشفى بنورش المشاهدين الكرام بسبب انهم يعني شربوا من هذا الماء هذا كما كتلاحظوا معنا المشاهدين الكرام في السيريج هذا وايضا خمسه ديال الخيل مشاهدينا الكرام اللي ماتوا مشاهدينا الكرام بسبب انهم شربوا من هذا الماء هذا مشاهدينا الكرام كما تلاحظوا معنا في هذه اللحظات كما تلاحظوا معنا الشرطه التقنيه والعلميه العين مكان مشاهدينا الكرام من اخذ عينات من هذا الماء كما تلاحظوا معنا يعني هادو هما العينات اللي خدوا مشاهدينا الكرام باش انهم يقوموا باجراءات مشاهدينا الكرام باش يعرفوا شنو السبب ديال هذا الخيل هذا وايضا الناس اللي مشاو جوج مشاهدينا الكرام حسب ما كنعرفوا انهم مشاو في حاله حرجه للمستشفى ابن رشد مشاهدينا الكرام لانهم بسبب انهم شربوا من هذا الماء مشاهدينا الكرام بالضبط من مدينه سطات كما تلاحظوا معنا كنتمنى جميع الناس اللي كيتفرجوا في البث المباشر انهم بارطاجيو هذا البث المباشر كما تلاحظوا معنا يعني هاجي هو الطبق المباشر يعني مشاهدينا الكرام الضف من مدينه 16 فالله يدير الشاوي ديال الخير كنتمنوا ان شاء الله هاد الناس انهم يكونوا في صحه جيده ان شاء الله هادشي اللي كنتمنوا مشاهدينا الكرام لانهم مشاو حسب البيت مشاهدينا الكرام مشاو في حاله حرجه مستشفى مشاهدينا الكرام بسبب انهم شربوا من هاد الماء هذا في هاد السهريج هذا في اللحظات كيف تلاحظوا معنا يعني هذوك القراعي اللي خداو منهم خداو عينات من هاد الماء مشاهدينا الكرام مشاهدينا الكرام بحضور رجال السلطه المحليه وايضا رجال الشرطه التقنيه والعلميه العين مكان السهريج اللي شربوا منه هاد الناس وايضا الخيل مشاهدينا الكرام للاسف كنعتذروا ما يمكنش نوريكم يعني المشهد ديال الخيل اللي ميتان مشاهد خمسه ديال الخيل اللي ماتوا بسبب انهم شربوا من هذا الماء هذا مشاهدينا الكرام ايضا جوج اشخاص اللي مشاو في حاله حرجه المستشفى ابن رشد يعني هذا هو السهريج مشاهدينا الكرام فكنتمنى جميع الناس اللي كتفرجوا في البث المباشر انهم بارطاجيو هذا البث المباشر والعاجل بالضبط من مدينه 16 ديال البير هذا يعني هذا كيخرج كيتم اخذ عينات من هذا الماء ديال البير.